تعالوا نروح نشوف تقرير لقاء مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في لقائه مع اللاعبين وجهاز المنتخب، قال إيه الوزير عن الزيارة وكمان تصريحات للكابتن الكبير كابتن ضياء السيد المدرب العام لمنتخبنا الوطني. نشوف وبعد ما نشوف نرجع نكمل كلامنا. دي رسالة بنقولها لكل الجماهير المصرية، كلنا لازم نشجع منتخب مصر ونشجع فريقنا. هم عندهم روح معنوية عالية جدا وحاسين بمدى المسؤولية وأهمية المسؤولية. أنا اتكلمت معاهم في الحقيقة كلهم عندهم روح عالية. إحنا بنوفر ليهم كل الوسائل واتحاد الكرة معاهم بيشوف شغلهم، عندنا جهاز فني ومدير فني على أعلى مستوى، عندنا فريق كويس جدا. ما نقعدش نقول أصل والفريق التاني، الفريق التاني إحنا في رأيي لم نهزم. إحنا يمكن 4 مباريات إكسترا تايم، والماتش الأخير ما كانش عندنا 2 باك رايت للإصابات وخلافه، وعندنا الستوبر الرئيسي وعندنا حارس المرمى الرئيسي مش موجودين، ومع هذا اتعادلنا وإكسترا تايم والبناليتيز دي يعني فيها توفيق. فريقنا قوي إن شاء الله رب العالمين. المهم يأدوا بشكل كبير جدا، القدر ده بتاع ربنا، واحنا ورا المنتخب القومي وان شاء الله نتفائل دايما بالخير هنا، وربنا يكرم ان شاء الله في السنغال. عايز نطمن الناس ونطمن الجمهور ان كل لاعبتنا وكلنا وكل البلد في حاله تركيز شديده جدا جدا عشان المباراه. بعتقد انه لاعبتنا واثقه في نفسها وعارفه قد ايه حلم المصريين بالوصول لكاس العالم، وقد ايه هم ان شاء الله مصممين يلعبوا كره كويسه ويوصلوا ان شاء الله لكاس العالم. الشغل شغالين في معسكرنا في تركيز كامل في تحفيز بعد النقله اللي عملوها في بطوله افريقيا، وانتوا حسيتوا بيها وكل الناس حست بيها ورد فعلها كان كويس. في تركيز شديد ان احنا ان شاء الله نأدي مباراه ترضي جمهورنا وترضي كل الشعب المصري ونوصل ان شاء الله لكاس العالم باذن الله. نوعد ان احنا روحنا تبقى قتاليه، ان ادائنا يبقى قوي، الهدف كبير جدا. طبعا السنغال فريق قوي وفريق كبير وعنده نفس الهدف، ان شاء الله كنا من نصيبنا الوصول لكاس العالم. المسؤولين حاسين بنبض الناس وحاسين قد ايه الجمهور يفرق مع اللعيبه، قد ايه اللعيبه مبسوطه ان هيكون في جمهور كبير جدا يملى الاستاد، وان شاء الله ان احنا ما نخذلهمش ونطلع بنتيجه ايجابيه باذن الله. الفرقه دي المختاره كلنا بنثق فيها، وبعتقد ان كلكم لازم تثقوا فيها وتدعموها عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا واللي جاي يبقى احسن باذن الله.